قرار بقى حلو وخبر ناس كتيرة وقفت عنده برضو بالأمس، لأن ده قرار أعتقد أنه هو جيد جدا كمان للحكام عندنا. الاتحاد أو اتحاد الكرة قرر بالاتفاق مع لجنة الحكام الرئيسية إسناد مباريات بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال اللي بتقام مفروض في الإمارات زي ما حضراتكم عارفين خلال ديسمبر المقبل لحكام هنا يا كريم مصريين. أعتقد ده أمر رائع جدا، بطولة هتكون بنظامها الجديد ده غير طبعا اللي احنا كنا نعرفه اللي هي مباراة واحدة. أنت عندك هنا أربع فرق بتشارك، هم الأهلي وفيوتشر وسيراميكا وبيراميدز، والحقيقة أعتقد يعني كلنا مع أي قرار بيثقل من قدر حكامنا وبيطور من أدائهم، وده أكيد بينعكس على الرؤية القارية كمان ليهم يعني. والواحد عايز كده يشوف الحكام بتوعنا بيديروا كمان أكبر الماتشات، نتمنى الدولية زي ما كان موجود زمان. على فكرة شوف أنت دايما، ودي حاجة بتحزن لما تيجي تتكلم عن أفضل فترة عندك بتقول زمان، بترجع لزمان. ف دي نقطة على فكرة لو ركزنا فيها شوية أعتقد مننا هيزعل. على كل حال أكيد يهمنا جدا ناخد مزيد من التفاصيل ونفهم أكتر من كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي في هذا الملف. كابتن ناصر صباح الهلا عليك في البداية. صباح الخير على حضرتك نهوان، صباح الخير عليك كريم وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الفل يا فندم، منورنا، سعداء بوجود حضرتك معانا، وخصوصا ان الملف ده يعني مليان تفاصيل احنا شخصيا بنتكلم عنها تقريبا يعني ما فيش حلقه غير لما بنتكلم فيها عن التحكيم. فبدايه حضرتك يعني كيف رايت قرار اتحاد الكوره باسناد ماتشات السوبر لحكام مصريين؟ كريم اولا بحيي قناه النادي الاهلي وبحيي حضرتك ونهوان ده على انت قلتي حاجه جميله جدا في البدايه، انك انت مش بعيد عن قناه النادي الاهلي والبرامج كلها ان احنا بنقف مع التحكيم المصري في كل وقت، خاصه لما يبقى في قرار ايجابي بتعيين الحكام المصريين في البطوله اللي هي بطوله السوبر. طبعا خبر جميل جدا، وكان متوقع ان هم يلعبوا هذه الدوره او السوبر بالحكام الامارات، ولكن قرار كان من اتحاد الكره ولجنه الحكام باسناد هذه المباريات للحكام الدوليين. هقول للحكام الدوليين يا نهوان ويا كريم، احنا شفنا الفتره اللي فاتت ان الحكام الدوليين تم اسناد ليهم مباريات في تصفيات كاس العالم الاخرانيه وفي دوري الابطال، يمكن شفنا اكثر من طاقم تحكيمي موجود صحيح بشكل جيد، وكان قدموا مردود طبعا مردود طيب جدا، سواء كان الحكم محمود البنا او امين عمر او محمد معروف، كل اوضتكم التحكيميه نجحت في الفتره اللي فاتت. فالطبيعي انك انت تسند هذه البطوله او السوبر للحكام المصريين لمزيد من الثقه، ويعني يبقى عندهم المردود ويبقى عندهم الثقه في ان هم يديروا كمان مباراه الاتحاد الافريقي او تصفيات كاس العالم. دي نقطه مهمه جدا، نتمنى طبعا لهم التوفيق في هذه البطوله، لان اكيد اكيد نجاح الحكام في البطوله ديت هيكون شيء مهم جدا في تعيناتهم في مباراه الاتحاد الافريقي سواء كانت دوري الأبطال أو الكونفدرالية. جميل.